رأيي ديالي في التهمة الثانية ديال سعد المجرد ديال الاغتصاب، شنو نقول لك؟ تقدر تكون كاينة بصح، تقدر تكون ما كايناش بصح، تقدر تكون مؤامرة، فهمتي؟ من الأغلبية تنسمع بأن الاغتصاب الثاني تحت تأثير ديال المخدرات والكحول، شنو نقول لك؟ يقدر يكون، فهمتي؟ هذاك الإنسان ما تنعرفو غير في الميدان الفني، من الحياة ديالو ما نقدرش نحكمو عليه واش مزيان ولا خايب، فهمتي؟ هذاك الشيء حياة ديالو، ما حنا كتنشوفو كفنان ما ماشي ديال هذا الشيء. اش نقول لك صراحه، ما تقدش تحكم واش هو عنده ناس ضده ولا بحكم انه هو مشهور السيد الشهر داغي، فهمتيني؟ ولا هو عنده مرض، الله اعلم. قد الانسان يكون تيبان لك ها هو مزيان، لابس مزيان، تيبان لك شخصيته تتبان مزيانه، ولكن هو تلقى عنده شي مرض جنسي، الله اعلم، يكون هو عنيف في الجنس ديالو، الله اعلم. ما تحكمش على الانسان، ما نقدرش نعطيك راي ديالي شخصي يعني، في ما يمكنش، مادام انا ما عشتش واحد القضيه بعيني ما نقدرش نحكم عليه. بالنسبه لي انايا كاينين جوج ديال الاشياء بالنسبه للراي ديالي، يا اما غادي تكون بالنسبه الى تعاودات بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب، ما تنظنش بان شخص معروف وستار بالنسبه للمغني مغربي انه يعاود الكره بنفس الطريقه، تنظن غيستافد الا وقع عليه المشكل المره الاولى. من وجهه نظر ديالي الاولى هو ان وقعت ليه لا دوزيام فوا، تقدر تكون شي حاجه فابريكي ولا فهمتيني مقصوده بهذا المفهوم ديالي. وراي واحد اخر كيبقى شخصي، ربما انه يبغي يستغل انه يزيد في البوز ديالو ولا يزيد في الناس المتابعين ديالو. هذا هو رايي ديالي الشخصي. ما بالنسبه انا تيبان لي شخص يعاود نفس الخطا صعيبة شي شوية، غيكون نستافد منه حيت ماشي شخص عادي، هو شخص معروف عند الناس ومغني معروف انترناسيونال، دونك تنظن بأن كاينين أشخاص مورا هذا الشيء اللي وقع ليه. أنا بالنسبة ليا سيت أن كومونتي، لأن السيد اللي دازت عليه واحد الأزمة بحال اللي فاتت غادي يكون سيغ أن سيغتان سيغسيكارت، ما يمكنش غادي يجي ويعاود يدير كيف ما قالوا نفس الغلط ولا نفس عيطوز من نفس الظروف اللي مر منها. سكيفا انا بالنسبه ليا سي ان كومونتي، وكنتمنى ان شاء الله من الله سبحانه وتعالى يفك صراحو، وان شاء الله غادي يخرج منها بحال خرج من المره الاولى. وهذا زعما كومونتي وصافي، مي جو با انستا كوم لوي ودازت عليه ديجا في الاول، وزعما كي فا فيغ تريز اتونسيون لا دوزيام فوا، فهمتي؟ الو جو با هادو الناس باغيين فيه الخدمه، و جو سي با موا باين انستا اللي وصل واللي زاد واللي بان واللي عطى بزاف ديال هذا، وفريمون سكي كان دو بيان، وراك عارف ملي كان تمشي للخليج تمشي باغتو ديما عنده لي فان ديالو، وزاد لك قدام، الو راك عارف هي توجور دي جالو ديغيير، واش اللي نقول لك؟ ما جو با هذا مسكين داروا ليه شي كومونتر ولا شي حاجه وبغاو يمشي لك، ونتمنى ان شاء الله ما يكونش هادشي زعما بصح.